اهلا بيكم. مره كتبت مقال في جريده الدستور ايام مبارك، وانهيت المقال بجمله: هو مبارك بيدور البلد دي ازاي؟ اتصل بيا قياده بارزه من هيئه مكتب الحزب الوطني، من الخمسه الكبار اللي كانوا بيديروا الدوله، وقال لي تعالى نشرب فنجان قهوه واقول لك البلد دي مبارك بيدورها ازاي. شربت القهوه وسجاره كمان مرت معاه، وقال لي مبارك حط قاعده لحكمه من اول يوم قعد فيه على الكرسي، ان مفيش قرار كبير ياخده اي مسؤول في الدوله الا لما يبلغ بالرئاسه، بمعنى ان الرئيس لا يفاجأ باي قرار ياخده مسؤول كبير. قلت له مسؤول كبير زي ايه؟ قال لي محافظ، وزير، رئيس هيئه كبيره، رئيس جهاز، لان ممكن هذا المسؤول ما يبقاش عنده ابعاد لقراراته وبالتالي ينتج عن ده كوارث مش هنعرف نلمها. قلت له معقوله؟ قال لي والجميع التزم. عشان كده عمرك ما كنت تفاجأ ان في قرار يطلع من وزير او حاجه ومبارك يلغيه او يعدله او يعمل مشكله. بصراحه انا كنت مستغرب، يعني شايف يعني ما تدوا حريه شويه للمسؤولين. بس النهارده اكتشفت ان اللي عمله مبارك ده صح، وان انا بناشد السيد رئيس الجمهوريه عبد الفتاح السيسي انه يطبق هذه القاعده، وان مؤسسه الرئاسه تبلغ كافه المسؤولين في الدوله المصريه ما تفخخوش البلد، ولو في اي قرار عايزين تاخدوه ارجعوا للرئاسه الاول قبل ما تعلنوه على الراي العام، وادوا فرصه للرئيس والرئاسه تدرسوا وتبلغكوا، اعلنوه او لا تعلنوه او اجلوه او اي حاجه. طب الكلام ده كله بمناسبه ايه؟ بمناسبه ان احنا عندنا جهاز لطيف ظريف خفيف اسمه جهاز حمايه المنافسه ومنع الاحتكار. ممكن ما كنتش سمعت على الجهاز قوي، بس الجهاز ده دوره من عنوانه بيحمي المنافسة بين المتنافسين، ولو اي حد بيحتكر سلعة على طول بيحوله للنيابة. ده سلطاته، شايف سلطته قوية ازاي؟ انا عمري ما سمعت اسم الجهاز ده الا في قضية واحدة للامانة، قضية حديد عز في 2009، لكن من ساعتها لحد النهاردة البلد كلها مليانة احتكارات. بالمناسبة عندنا احتكار في الألبان، عندنا احتكار في الشاي، عندنا احتكار في حديد بنسب كبيرة، عندنا احتكار في منتجات كثيرة جدا، عندنا احتكار في اللحوم المستوردة المجمدة. إن الجهاز يا مؤمن يعمل حاجة؟ أبدا، سكتم بكم. لكن الجهاز قرر أن ينطفئ فجأة ويفخخ الدولة المصرية، وقرر يعمل ايه بقى؟ احالة رئيس الاتحاد الافريقي عيسى حياته، وده شخصية دولية رياضية كبيرة، كان رئيس الاتحاد الدولي بعد القبض على جوزيف بلاتر، فخدوه هو لانه كان نائب لبلاتر، فخدوه يمسك الادارة فترة كده بالنيابة. شخصية مش قليلة في العالم. طيب جهاز بقى حماية المنافسة راح مطلع بيان امبارح، ورئيسة هذا الجهاز او صاحبته مرت على كل الفضائيات وعمالة تتكلم بقى: احنا اصدرنا قرار وقررنا نحول رئيس الاتحاد الافريقي الى النيابة العامة. يا سلام، رئيس الاتحاد الافريقي للنيابة العامة، وانه هو مش على راسه ريشة، وانه هو في مبنى مصري ويخضع للقوانين المصرية. طب بالذمة الامور بتتقال كده؟ طب ينفع ان انت ماشي عمالك جراس الراجل على كل الفضائيات؟ طب القصه ايه؟ قالت رئيسه الجهاز ان رئيس الاتحاد الافريقي وقع مع احدى الشركات الفرنسيه، ادلع عقد بس مباريات كاس افريقيا وكل البطولات الافريقيه لحد 2028، وانه كان لازم يعمل ممارسه. ايه؟ طب وانت مالك؟ الاتحاد الافريقي ده بتاعه، هو حر. انت المواطن المصري تضرر في ايه؟ هي الفلوس بتاعت الاتحاد الافريقي دي فلوس الحكومه المصريه مثلا؟ انت بقيتي خايفه على فلوس الشعوب الافريقيه؟ طب خافي على فلوس الشعب المصري.
طب اعملي دورك كجهاز في ان انت فعلا تحققي في قضايا احتكارات الشعب المصري طالع عينه منها، طالع عينه منها. تعالى كده اعرفك ايه هو الاتحاد الافريقي. الاتحاد الافريقي لكرة القدم تأسس في اوائل الخمسينات، واختار مصر انه يكون مقر لهذا الاتحاد. فات عليه حاجة وستين سنة. احنا كنا احد ثلاث مؤسسين، مصر والسودان واثيوبيا على ما اذكر، ومصر كرمت الاتحاد الافريقي ايام عبد الناصر وادته مبنى عندها. مصر تراجعت ريادتها في العالم العربي والافريقي، وتحديدا في عهد السادات ثم مبارك. كل دول افريقيا بلا استثناء ضغطت على الاتحاد الافريقي انها تاخده عندها. جنوب افريقيا، نيجيريا، نيجيريا دي عايزه الاتحاد الافريقي، عايزه حياته اللي الجهاز عايز يحوله للنيابه العامه. ده رئيس الاتحاد الافريقي بقاله 28 سنه، وكل ما الدول الافريقيه تضغط يقول لا انا موجود في مصر وعلى ارض مصريه وهظل موجود كرئيس الاتحاد جوه مصر. هتيجي تقول لي وايه يعني لما الاتحاد الافريقي يخرج؟ لازم نفهم ان في حاجه اسمها القوة الناعمة. القوة الناعمة ان انت مش بتحارب بجيش بس، يبقى عندك مؤسسات دولية كده على ارضك، عندك الجامعة العربية حتى لو بتحل ولا بتربط، عندك الاتحاد الافريقي، وفود بالدول افريقية وعالمية بيزوروا مصر بيزوروا الاتحاد الافريقي فبيعرفوا مصر ويقعدوا على في ارض مصر. تخيل لو انت عندك مؤسسات دولية كتيرة في مصر، تخيل لو انت عندك مثلا المكتب الاقليمي لشركات سيارات اوروبية في مصر، تخيل وتخيل وتخيل، والله ما كان هيبقى عندك ازمة دولار. فالمهم الجهاز جاي يرد المكرومة بتاعت عيسى حياته، قال يحوله النيابة العامة، وبالتالي مثلا هل هتسجنه عيسى حياته؟ طب ليه استعراض العضلات؟ طب ما انت كده بتفخخ الرئاسة كجهاز. ما الرئاسة عندها بعد دولي بقى بتدرس، لكن الجهاز ما عندوش ده. ده معناه ان احنا حتى لما بنجيب شخصيات ترؤس اجهزه او هيئات في البلد دي ما بنعرفهمش يعني ايه الف باء سياسه. كده بيسموها ايه؟ خبط لازق، نروح خابطين في الاتحاد الافريقي؟ يعني لو كان عندنا الاتحاد الدولي على ارض مصر كنا هنحول رئيس الاتحاد الدولي للنيابه العامه؟ يا اخوانا مش كده، يا اخوانا بتفضحونا. ولقيت بعض الزملاء الاعلاميين عمالين يهللوا. يا اخويا بتهلل ايه؟ ما انت كمان ما بقتش فاهم حاجه. افهم افهم، وجود الاتحاد الافريقي على ارض مصر وربما يكون من المؤسسات اللي معرضه انها تخرج اساسا، مش هيبقى عندك اي مؤسسات دوليه على ارضك. دوله زي قطر كانت تتمنى يبقى عندها الاتحاد، بس طبعا دي في اسيا، في دول عماله تحاربك في المنطقه عايزه تسحب منك ده. ده اثيوبيا بكره تاخد الاتحاد الافريقي، هتقول لي ما تاخده؟ خلاص بقى يلا نعرر البلد من كل حاجه. هرجع تاني واناشد مؤسسه الرئاسه، ارجو من السيد الرئيس مؤسسه الرئاسه تعمم قرار على كل المسؤولين الكبار في الدوله المصريه، محدش يفخخ البلد ولا يفخخ الرئيس، وان لو في اي قرار كبير كده هتاخده يبقى لازم تبلغ في الرئاسه وتقعد جنب التليفون تنتظر رد الرئاسة. حتى من باب الاحتياط يا راجل، حتى من باب الاحتياط، البلد 100 مليون ما بتقدرش كده. انت قاعد عمال تعمل بوليكة وخلاص، وعلشان انت كجهاز بقالك سنين محدش سامع عنك. يا ريت يا ريت كنت لفيت امبارح على الفضائيات كرئيسة الجهاز قلت لي إحالة فلان وفلان وفلان بتهمة احتكار سلع الفلانية. ده الشعب طالع عينه، الشعب طالع عينه من الغلا والكوى، جزء منه بسبب الاحتكار. علشان كده هرجع تاني واقول ما ينفعش ده يحصل. عايز اقول لك بقى قبل ما انهي ده، الاتحاد الافريقي رد فوري وعنيف. قال لك ايه؟ الاخبار التي تاتي من مصر كاذبه، الخطاب الذي وصلنا من جهاز حمايه المنافسه لم يرد فيه احاله عيسى حياته للنيابه بتهمه الفساد مثلما تردد. الاتحاد الافريقي اكد في بيانه ردا على بيان الجهاز انه لم يخالف التشريعات الدوليه والقانونيه في عقده مع الشركه
الاجنبيه مشيرين للعقد تم توقيعه في 2015، يعني ما توقعش اليومين اللي فاتوا. وقال ان هذا العقد يقدم تمويلا كبيرا يساعد على تطوير كره القدم في افريقيا. تخيل بقى، ده رد يعني مفحم. الاتحاد الافريقي النهارده كمان مطلع بيان قال لك اي دوله هيذيع ماتش على تلفزيوناتها الارضيه الفضائيه وفريقها موجود في الاتحاد الافريقي في البطوله همشيه فورا. يعني بالعنوان كده البلدي، اقصاء فوري لمنتخب مصر في حال بس مباريات امم افريقيه على التلفزيون المصري او اي فضائيه مصريه. بلاش بقى شغل الفتوانه كده والدراع والصوت العالي، ما نقعد بقى نفكر البلد دي تتحرك ازاي. مش عايزين موظفين في الكراسي في مصر، ده اللي مودينا في داهيه. مش عايزين موظفين، عايزين ناس عندها دماغ، عايزين ناس تبقى تفهم سياسه. هتيجي تقول لي ورئيس الجهاز يفهم سياسه؟ اه، اذا ما كانش يفهم سياسه مش عايزينه. بطالب مؤسسه الرئاسه تجمع كل الوزراء والمحافظين ورؤساء الهيئات ويقعدوهم في فندق 3 ايام، فندق الماس يا عم تبع الجيش، ويعشوهم ويغدوهم ويفطروهم ويدولهم دورات سياسيه. بس حطونا في الصوره، قولوا لهم انا كرئيس مش عايز اتفخخ، حطيني في الصوره. مصر من بكره اكيد هتحاول كرئاسه مؤسسه رئاسه تلم الموضوع، لانه موضوع فضيحه بكل صوره من الصور. قبل ما انهي لازم اتكلم دقيقه بس عن موقفي فيما تعرض له الزميل والصديق العزيز ابراهيم عيسى، سواء جرى برنامجه اقصى مش اقصى الكلام ده، وعدد كبير من الزملاء، وانا بعلن طبعا تضامني مع الزميل ابراهيم عيسى. بس عايز اقول جمله صغيره جدا. ابراهيم عيسى ككاتب صحفي ومحاور ومفكر واديب والكلام ده، لو ما لاو عليه وعليه، قال جمل مثلا. انا تابعت السجال اللي دار من بعض اعضاء مجلس النواب ومن السيد رئيس مجلس النواب. السيد رئيس مجلس النواب ابدى عتبه لومه الكلام ده على ما يقوله الزميل ابراهيم عيسى في برنامجه. طيب وليه كان التصعيد المباشر؟ انا كمقدم برامج، انت وجدت كمسؤول ان انا تجاوزت. انا ما انتكش تجاوزت، يعني تعديت ودخلت في مناطق انت شفت الصوره لم تكن متضحه عندي. ايه اللي يمنع ان انت تتصل بيا في التليفون في ساعتها وندير حوار ديمقراطي امام الراي العام على الهواء؟ ايه اللي يمنع ان انت تطلب ان انت بكره تكون موجود في البرنامج وتيجي تقعد على الكرسي ده ونتحاور؟ هل انت كمسؤول على راسك ريشه مثلا؟ انا مثلا كخه مثلا بشتغل شغلانه وحشه لا مؤاخذه، هل هيقلل من قدرك ان انت ترد على اي نقاط تثيرها وسائل الاعلام؟ يا اخوانا الحوار ثم الحوار ثم الحوار، ما ينفعش، ما ينفعش البلد تتاخد قفش، ما ينفعش البلد تتاخد قفش. انا مش هقول لك لا صوت عالي والبلد ماشيه على موجه واحده والمطبلاتيه هم اللي بيقودوا المشهد الاعلامي، انا مش هقول لك الكلام ده. بس عايز اقول حاجه، اي مسؤول ليه ملاحظه على اداء اي زميل في برنامج اعلامي او شايفه ان هو تجاوز الحقيقه، ماشي، من حقك، من حقك ان انت تيجي ترد في مداخله تليفونيه او نتقابل في البرنامج. انما اقصاء البرنامج، غلق القناه، الذهاب الى القضاء، ايه ده ايه ده، ايه لغه الخطاب دي؟ عيب. بعد ثورتين لازم لغه الحوار تبقى ما تبقاش كده خالص يا اخوان، صح ولا غلط؟ يعني من كام يوم مجموعه من الشباب، شباب مصري حر وطني لا استطيع ان اتهمه باي صفه من ده، معترض على احاله الحكومه لاتفاقيه تيران وصنافير للبرلمان، رايح يتظاهر امام نقاب صحفيين، جرى سحله والقبض عليهم والرمي في السجون. طب ليه؟ ليه؟ شباب طالع يعبر عن رأي، انت شفته فجر حاجه ولا عمل حاجه؟ طب ما تجمعوا، ما تحاولوا. الحوار ليه غايب في البلد؟ ليه كله ضرب ضرب؟ مفيش شتيمه حتى. الحوار هيودي البلد دي لقدام. الحوار هو اللي هيخليك تتجاوز ازماتك الاقتصاديه والسياسيه. الحوار هيجمع كل القلوب حواليك. الحوار هو اللي هيجمع كل الناس حواليك. انما اسهل حاجه سلطة الدولة معروفة سلطة مطلقة. هو أنا كمذيع وأنا حلت إيه؟ ما أنا بكرة أقدر يطلع يتخسف بيا الأرض ومش يتشال البرنامج وأتحول للمحاكم
ودواخين يا لمونة، وعندك ضرائب 10 مليار جنيه وتسحلني وكلام. سلطة الدولة سلطة مطلقة، بس الدولة تعف، الدولة الديمقراطية النزيهة الشريفة تعف عن استخدام سلطتها تجاه فرد أو تلوح بده. أرجو أرجو أن يعود العقل السياسي للدولة المصرية، أرجو أن نحترم الحوار. في ناس بتحب البلد، مش معنى أن أنا بنتقد بعض قرارات الحكومة أو رئيس الجمهورية أو رئيس البرلمان أن أنا مش وطني أو أن أنا ضد الأشخاص دي، بالعكس. ما أنا في موقف أخرى بدعم رئيس الجمهورية وادعم رئيس البرلمان وادعم رئيس الحكومة، صح ولا غلط يا أخوان؟ خلونا نطلع فاصل قصير، شكلي طولت عليكم، لكن خلينا نقدم تقرير سؤال وثلاث إجابات النهاردة. النهاردة سألنا الناس لو تفتكر لو معاك واسطة تعمل بيها ايه، ودينا للمواطنين ثلاث اختيارات: تغيرها بدولار تقدر تبيعها يعني، لا انا ما بحبش الواسطة، ولا هستغل الواسطة عشان انقل ولادي لمدرسة جنب بيتي. تعالوا نشوف اللي سألت ايه. لو معايا واسطة اغيرها بدولار. لا ما بحبش الواسطة صراحة. ما بحبش الواسطة. لو معايا واسطة اغيرها بدولار. انا اساسا ما بحبش الواسطة. لا انا ما بحبش الواسطة. مش عامل بيها حاجة انا ما بحبهاش. اغيرها بدولار. اغيرها بدولار. لو معايا واسطة هنقل الولاد المدرسة اللي جنب البيت. شايف الناس؟ انا عن نفسي لو معايا واسطة مش هنقل ولادي، لا هنقل مراتي، لانها بتشتغل في محافظة بعيدة جدا، واتمنى لحد دلوقتي. وعايز اقول لك ده جزء من مشاكل بيني وبينها. انت اعلامي وصحفي ما فكرتش تقول لي؟ لا لا ما اقدرش اروح لمسؤول او استغل سلطاتي او اروح، ولا الصحفي اللي بقعد مع كبار المسؤولين في الدوله. تخيل انت بتصور ان الواحد بيبقى قاعد على الكرسي ده علاقاته بقى يمين وشمال يقدر يعمل اللي هو عايزه؟ ابدا. اعرف ان في قيد على الوظيفه، والله العظيم مرات شغاله في جامعه في محافظه بعيده جدا، ولا فكرت ولا طلبت ولا نقل ولا اي حاجه. مش معنى ان انا قاعد ومعروف، اذا كنت معروف يعني ولا مشهور ولا مش مشهور، انا بقابل كبار المسؤولين في الدولة في كل العهود، فما فيش واسطة حتى لو مع الواحد. طيب فقرتنا الجاية هنفتح فيها ملف مهم جدا، ملف عن الفساد وسنينه. الفساد ده علشان هيئة الرقابة الإدارية تعظيم سلام عاملة شغل زي الفل، ربما يكون هذا هو العام الأول اللي انا احياه فعلا، وأن هناك إرادة سياسية وإرادة دولة للقضاء على الفساد. هيشرف لي بعد الفاصل الأستاذ الفاضل عاصم عبد المعطي، رئيس الجمعية المصرية للشفافية ومكافحة الفساد، وهو بالمناسبة كان وكيلا سابقا للجهاز المركزي للمحاسبات. على بال ضيف هتشوفوا تقرير ممتع جدا مدته 4 دقائق عن أهم القضايا الفساد في 2016. يلا نشوف هذا التقرير لحد ضيف ما شرفت. Thank you.
الرغم من سعادتهم بسقوط الفاسدين، إلا أن مشاهد الأموال وتقارير الفساد اللي تم الكشف عنها في الأيام اللي فاتت استفزت مشاعر المصريين اللي بقوا بيعتبروا تأثير الفساد عليهم وعلى أحوالهم زي خطر الإرهاب ويمكن أكتر. تقديرات فاتورة الفساد في مصر قضية خطيرة اختلف عليها المسؤولين في مصر، واللي تسببت في عزلة ومحاكمة رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات بعد تصريحات قال فيها إن حجم الفساد وصل ل 600 مليار جنيه في 4 سنوات، وهو رقم قريب من تقديرات مؤسسات بالمجتمع المدني اللي حسبت تكلفة الفساد بشكل مباشر أو غير مباشر على موازنة الدولة والعجز فيها. التكلفة الكبيرة لفاتورة الفساد في مصر تضاعفت على الرغم من المجهود الكبير لأجهزة الرقابة ومكافحة الفساد اللي بتتضمن الجهاز المركزي للمحاسبات وهيئة الرقابة الإدارية والنيابة الإدارية وجهاز حماية المستهلك وجهاز حماية المنافسة ومنع الاحتكار وجهاز الكسب غير المشروع ومباحث الأموال العامة ووحدة مكافحة غسيل الأموال بالبنك المركزي وهيئة الرقابة على الصادرات والواردات واللجنة التنسيقية لمكافحة الفساد بمجلس الوزراء والهيئة العامة للرقابة المالية على الأنشطة غير المصرفية. وده بيأكد أن الفساد بيطور من نفسه ومن أدواته، وبيعرف دايماً يدور على اللي يحميه ويشوف الثغرات القانونية اللي تخليه يعيش ويعشش في كل الغرف المغلقة. حوار مهم وكاشف هيبدأ حالاً مع ضيفي الكريم الأستاذ عاصم عبد المعطي، وكيل الجهاز المركزي السابق للمحاسبات ورئيس الجمعية المصرية للشفافية ومكافحة الفساد، والعنوان الفساد. أهلاً بك. أولاً أهلاً بك أستاذ المعطي. الفساد في مصر هو اللي زاد ولا الأجهزة الرقابية هي اللي خدت دعم من الدولة وبدأت تفتح الملفات؟ انت قلت الاثنين ما فيهمش ولا هما الاثنين مرادفين لبعض. يعني الفساد زاد، الفساد زاد والشو العام لاعمال الرقابه زاد وليست اعمال الرقابه. يعني انا عاوز النقطه دي لازم نوضحها تماما للناس. دايما الفاسد بيكون اكثر علما وتكنولوجيا من الجهاز الاداري للدوله، فبيتقدم بخطى اسرع من خطوات السحلفاء اللي بتقوم بيها أجهزة الدولة، سواء كانت أجهزة مالية أو إدارية أو أيا كانت أو رقابية كمان. فبالتالي هو يستطيع، أنا بمثله بأسلوب المافيا لما كان في أمريكا أو كان في إيطاليا. سرعتهم وخطواتهم أسرع في الخطى وأسرع في استعمال التكنولوجيا من الجهات التي يقومون بالسطو عليها او الاستيلاء من على المال العام فيها، وبالتالي هم دايما بيكونوا متقدمين خطوه. بالاضافه لكده الاجهزه الاداريه في الدوله ليست بالقدر الكافي بالوعي في مكافحه الفساد اللي بيخليها تقدر تستطيع انها تقاوم وتسرع في الخطى حتى تستطيع ان تلاحق التقدم التكنولوجي للفاسدين. ونضيف عليها حاجة تانية، إن أزرع هؤلاء الفاسدين ممتدة. أنا قلت لحضرتك أنا بمثلهم بالمافيا، فالناس دول بينهم وبين بعض عرف، زي ما بقول لحضرتك كده زي أي عقد جواز عرفي. هذا العرف بيتيح للفاسدين كل واحد في مجاله عندهم وسائل اتصال وعندهم أسلوب للتخاطب، وكل منهم لا يسعى للسطو على الغير من الفاسدين لأن كل واحد في مجاله، وبالتالي بيتعاونوا. التعاون اللي بينهم ومن بعض تعاون وثيق والدولة أو الأجهزة الرقابية لا تستطيع ملاحقته. ما يحدث الآن في الساحة، حضرتك أشرت أو التقرير أشار إلى رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات السابق، ده جانب، والنشاط الملحوظ للرقابة الإدارية ده جانب آخر. الرقابة الإدارية لها أن نرفع القبعة، وأنا من مركزي كوكيل الجهاز المركزي للمحاسبات السابق بديها التحية على المجهودات والأسلوب التي تتبع الآن في مكافحة الفساد وفقا لإمكانتها ووفقا لأسلوب العمل لديها. أما يعني الجانب الآخر وهو الجهاز المركزي للمحاسبات، هو أعلى جهاز رقابي في الدولة، ولازم نعي هذا تماما. أعلى جهاز رقابي في الدولة، رقابي يعني المركز المحاسبات أعلى من هيئة الرقابة الإدارية بمراحل. بمراحل جهاز الرقابة الإدارية يا أستاذ الفاضل
ما انا بقول لحضرتك انا لا اتحفظ عليه، انا ما انا بشكره وبديله حقه. بس انا جهاز الرقابه يعني الاداريه من عند حضرتك. جهاز الرقابه الاداريه بيتكون من عدد محدود من ضباط الشرطه والجيش، عددهم لا يزيد عن 500 عضو رقابي، وده ما يغطيش مصر. ما يغطيش مصر. بالاضافه لحاجه ثانيه، ان عملهم عمل شرطي، بمعنى اخر انه يتقبل البلاغ ويتحرى عن البلاغ ويتحقق منه ثم يتخذ الاجراءات القانونيه. امال الجهاز المركزي؟ الجهاز المركزي للمحاسبات له اذرع في كل فروع الدوله. في ممثل ليه؟ الجهاز المركزي للمحاسبات بيتكون من حوالي 12,000 شخص، منهم 8,000 عضو رقابي. ال 8,000 عضو رقابي لديهم خبرات تراكميه من عام 42 حتى الان. هذه الخبرات التراكميه لن تجدها على مستوى العالم، وليس على مستوى مصر فقط. يعني مصر في كجهاز رقابي كانت تعلو امريكا في ستها لمنظمه الانتوساي. طب انا هتوقف، بس انا حجم الفساد عندي في ازدياد ولا في تراجع؟ كلمه في ازدياد او تراجع دي احنا ما فيش احصائيات، ما عندناش احصائيات. بص حضرتك، انت هنا ما عندكش شبكه معلومات او قدره على تجميع معلومات حقيقيه في اي شيء، وده بيترتب عليه. بس انت على الاقل رئيس الجمعيه المصريه لمكافحه الفساد. احنا بناخد معلوماتنا منين؟ منين؟ من الاجهزه الرقابيه. من الاجهزه الرقابيه. احنا يعني بناخد. ما عندكش حتى انطباعات او مؤشرات وفق خبرات سابقه؟ طبعا انا 36 سنه عمل في الجهاز المركزي للمحاسبات، وبالتالي ايدي يعني في هذا الموضوع تماما. وانا لما بكلم حضرتك ان الفساد بيتزايد ليه، الدلائل او المؤشرات، نيجي نتكلم على اول مؤشر. عندك تشريعات تم وضعها خلال ال 30 سنه قبل 25 يناير، وتشريعات تم وضعها بعد 25 يناير، وتشريعات تم وضعها بعد 30/6. وتقنن للفساد. تقنن الفساد. ادينا مثال. اديك ما قبل 25 يناير. نعم. قانون الجهاز المركزي للمحاسبات ذاته. شوف انا بنقد ذاتي. نعم. قانون الجهاز المركزي للمحاسبات، الجهاز بيعد كل سنه ما لا يقل عن 12,000 تقرير فتري او دوري. وحوالي من 250 الى 300 تقرير سنوي بيرفعه لرئيس الجمهوريه ومجلس النواب ورئيس مجلس الوزراء. هذه التقارير إذا تم إخفاء تقرير منها في الأدراج زي ما كنا بنسمع، كيف يحاسب من قام بإخفاء هذا التقرير إذا كان هذا التقرير يحتوي على فساد يقدر مثلا ب 100 مليون أو بمليون؟ القانون بيعاقب الموظف الجهاز المركزي للمحاسبات اللي بيخفي التقرير بإيه؟ لا مش عضو الجهاز، عضو الجهاز بيطلع الجهاز. تقريره الجهة الأخرى التي تحفظ التقرير. الجهة الأخرى تحفظ التقرير بموجب قانون الجهاز المركزي للمحاسبات لا يقوم بمعاقبة هذا المسؤول إلا بجزء إداري لا يتعدى يوم أو يومين أو ثلاثة أيام خاص، على حين إن ما قد يكون داخل هذا التقرير قضية فساد بمليون أو اتنين أو عشرة أو مليار. يبقى هنا هذا الموظف اللي بيكلفوه بحفظ هذا التقرير ويديله يعني بيخصموا منه 3 4 ايام بموجب الجهاز الاداري ويدوله مكافاه شهر 2 3 4 يبقى كسبان. هذا القانون اللي موجود في الجهاز المركزي في عوار. قانون رئيس قانون تعيين رؤساء الجهاز المركزي للمحاسبات وتبعيه الجهاز المركزي للمحاسبات، نحن نعي ان الجهاز المركزي للمحاسبات تداول تبعيته مره لمجلس النواب او الشعب ومره لرئاسة الجمهوريه. من الطبيعي ومن المطلوب ان يكون هذا الجهاز مستقل تماما، لا يتبع للسلطة التشريعية ولا رئاستي. أنا هتفق معاك، بس أنا مش عايز أدير الحوار النهاردة أخده للجهاز المركزي للمحاسبات. إحنا بنتكلم على القانون. عايز أتكلم عن الفساد تحديدا. عايز أتكلم عن يعني نيجي نتكلم على قوانين أخرى حضرتك. نيجي نتكلم على قانون البنك المركزي مثلا. قانون البنك المركزي اللي هو وضع في عام 2003 بينص إنه يعني حصانة أعضاء مجلس إدارة هذه البنوك، بحيث انك لو جيت لقيت فساد في اي مجلس اداره لاي بنك، لو جيت عملت عليه بلاغ وتحقق فيه في النيابه، ما بتقدرش تكمل اجراءاتك. ليه؟ هما كانت النيه سليمه، الله اعلم، في البدايه عندما وضعت هذه الفقره ان لازم موافقه محافظ البنك المركزي على اساس ان رئيس النيابه او وكيل النيابه يكمل اجراءاته، ولا يتم
إجراء هذه الموافقة وبالتالي تحفظ. ليه؟ افتكروا أن هذا الموضوع يتعلق بسرية الحسابات. بعد ما حضرتك تعي موضوع نواب القروض، لا، كلمة قرض يعني أنت لما تيجي تعمل قرض في أي بنك بتشهره. كلمة الإشهار يعني إيه؟ يعني الإعلان. يبقى إزاي أنا أقدم قرض وأخفيه؟ يبقى أنا خالفت الدستور والقانون. الإشهار هنا يعني إن أنا لما أجي أعمل قرض مع أي واحد هذا القرض متاح للأجهزة الرقابية طيب. ومتاح للغير. أنا قريت لك تصريح بأن تكلفة الفساد بتوصل ل 200 مليار جنيه في السنة. أنا قلت إن هذا في هذا التقرير أنا قلته عن عام 2014 إنه من حوالي 170 ل 200 مليار جنيه بما يعادل ربع الموازنة العامة للدولة المقدرة أياميها بحوالي 800 مليار جنيه. فين يعني مظهر الفساد؟ ما أنا هقول لحضرتك هذا البيان أو التقرير اللي إحنا طلعناه في المركز المصري لشفافية ومكافحة تم بناء على إحنا جمعنا التقارير التي خرجت من الجهاز المركزي للمحاسبات والرقابة الإدارية وكسب غير المشروع وغسيل الأموال ومباحث الأموال العامة عن هذا العام وقدرنا نجمعها. هنا في لخبطة على فكرة في هذا الموضوع ويمكن الخلط ده بيترتب عليه نوع من البلبلة قدام الناس. عندما نتحدث عن فساد بحدود ال 170 أو ال 200 مليار جنيه لا نعني أن الفساد يستقطع من الموازنة العامة للدولة في هذا العام. ده تكلفته. تكلفته في هذا العام يعني إيه؟ نعم. التكلفة هنا كلمة مال عام ليس سيولة، مش شرط يكون سيولة. لو في موظف ما اشتغلش 10 أيام ما ده تكلفته. برضه مش شرط، أنا قصدي هنا إيه؟ الأصول العامة اللي موجودة في البلد والأراضي والعقارات إذا تم إهدار مال عام فيها ده ممكن ما يكونش موجود في الموازنة العامة للدولة ولكنه إذا تم إهداره بيمثل تكلفة للفساد. يعني الكلام عن الفساد لو 200 مليار مش معناه أن أنا أخذت 200 مليار من الموازنة عن هذا العام. نعم. ولكنه هذا عشان بس الناس تبقى واضحة عليها النقطة. دي تكلفة الفساد هنا يعني الأموال السائلة التي جزء منها من الموازنة العامة للدولة والأموال الصلبة وهي الممتلكات والأصول التي تعتبر ممتلكات الدولة ومال عام حق للمواطن. هتوقف أخد عادل من اسكندرية. فضل أستاذ عادل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سلام الله وبركاته. حضرتك أنا بنتي ومجموعة من المدرسين المساعدين في جامعة اسكندرية جات لهم منحة دراسية في عدة دول ست دول منهم بنتي في كندا من شهر 8 الى غايه النهارده حضرتك هم مفادين المفروض 6 شهور ما خدوش ولا اي مليم في الراتب بتاعهم يعني بغير بمساعده المستشار الثقافي في جامعه في كندا المستشار حازم صالح ساعدهم بفلوس. بعد 4 شهور طلبت الجامعه منهم تعالوا ارجعوا تاني اسكندريه او ارجعوا الجامعه بتاعتكم عشان احنا ما عندناش امكانيه ان احنا نكمل معاكم الفلوس دي. هم هناك حضرتك بيدفعهم اول ما يروحوا بيدفعهم المقدم 6 شهور الايجار مقدم مصاريف الجامعه مقدم التامين الصحي ده كله من جيبهم. هم قبل ما يطلعوا من هنا قالوا لنا يا جماعه في شهرين اعملوا حسابكم مش هياخدوا فيهم مرتب. يعني استاذ عادل حضرتك بتعتبر ده فساد؟ لا ما بعتبرش فساد حضرتك بعتبر سوء اداره. سوء اداره. سوء يعني النهارده انا طلعت الناس دي قعدتهم 4 شهور بعد 4 شهور يسيبوا ابحاثهم وحاجتهم ويجوا تاني رغم ان هم دافعين مقدم يعني 6 شهور. انا اقترحت على الجامعه قلت لهم يا جماعه في اقتراح نحل المشكله دي ازاي؟ هم دلوقتي 4 شهور دافعين مقدم كل حاجاتهم. في حاجه اسمها التمويل الذاتي من الجامعه من الكليه. فالتمويل الذاتي ده من الكليه بتموله على حساب الكليه وبيكملوا الشهرين بتوعهم ويرجعوا يخلصوا ابحاثهم ويمشوا في دراستهم حضرتك. مفهوم استاذ عادل. لو حضرتك مستمع ليه؟ لا تعليق. لا تعليق. صوره يعني من صور سوء سوء الاداره برضو يصب في الفساد اكيد. بص حضرتك هنا يعني في برضو في نقطه هنا لازم نحطها في الاعتبار. في البعض بيعتبر ان سرقه المال العام هو الفساد والبعض بيعتبر ان هناك فساد كبير وفساد صغير. التعريف الاخير للفساد وفقا لاتفاقيه الشفافيه الدوليه كان ما قبل هذا العام هي استخدام الموظف العام سلطته في الحصول على مصلحه خاصه باستخدام هذه المصلحه السلطه العامه. انما التعريف العام لان الدوله مش موظف عام بس، الدوله موظف عام ومواطن ومواطن في جمعيات ومواطن في جهات اخرى اهليه وخلافه. يعني استنبط كلمه واحده بس لتعريف الفساد وهي كلمه الضرر. ايا كان الضرر الذي يقع
على المواطن من أي جهة يعتبر فساد. طب أستاذ عاصم، عايز أتوقف أمام ملاحظة وخلينا كده ندير برضو جزء من الحوار سياسيا. نعم. كل دول العالم فيها فساد طبعا. والفساد طارد للاستثمار الأجنبي أكيد، وفي دول بتغطي على الفساد مش عايزة تعلن علشان ما تاخدش ترتيب متأخر فالمستثمر ما يجيش. ده يا أستاذ الفضل، ده الفساد أساسا على فكرة قد يكون جاذب للاستثمار. يعني أنا قصدي أنا من حقي كدولة أخاف برضو، مش معنى أنا اللي هطلع وأقول أنا الفاسدة بنسبة أنا كذا. هتناول الحوار بتاعك في النقطة دي من شقين. الفساد أتوقف بس لانهم بقالوا لي اطلع فاصل، وبعد الفاصل الاستاذ عاصم عبعتي هيجاوبني على سؤال، هل من حق انا كدوله زي بقيه الدول اخبي الفساد وبطلعش النسب عشان الاستثمار يجي، ولا اطلع النسب واجي اكون في مركز متاخر؟ نطلع فاصل. خمس وزارات كانت الأكثر فساداً في السنين الخمسة اللي فاتت، كان لوزارة الزراعة النصيب الأكبر فيها، وهي الوزارة اللي تعرض خمس وزراء منها للسجن أو التحقيق في قضايا فساد، ده غير كبار المسؤولين بالوزارة. أما تاني الوزارات اللي بتشهد فساد مستمر هي وزارة الإسكان وهيئتها، واللي تم محاكمة اتنين من وزرائها بعد ثورة 25 يناير بتهم الفساد والتربح وإهدار المال العام، وشغلت مخالفاتها النصيب الأكبر من قضايا الفساد لكبار وصغار الموظفين. وكمان وزارة المالية اللي تحاكم بتهم تتعلق بالفساد والمال العام وزيرين من وزرائها، ده غير عدد من مأمور الضرائب اللي تم القبض عليهم في قضايا متنوعة للرشوة. أما وزارة الصحة فكانت من موردي كبار الموظفين الفاسدين خلال السنين اللي فاتوا بسبب تهمة متكررة، وهي التلاعب في تقدير توريدات ومناقصات المستشفيات الحكومية، وأخيراً الإتجار بالأعضاء البشرية. وزارة التموين هي كمان كانت من الوزارات اللي دايماً بيحوم حواليها الفساد، ويمكن قضية فساد توريد القمح الأخيرة كانت الأكبر في منظومة فساد كبيرة بتحاول الدولة تقاومها بكل قوة لارتباطها بقوت الغلابة ومنظومة الدعم. وكل يوم بتعلن الجهات الرقابية عن قضايا جديدة معظمها مرتبط بجهات حكومية، فهل المشكلة عندنا في غياب الرقابة والمتابعة المستمرة ولا في القوانين والتشريعات؟ ترى المشكلة فين ولا فين؟ بس شفت الوزارات في مصر الأعلى فسادا، وده معتمد على الأحكام اللي بتطلع والوزراء اللي بيتحكم. السؤال هنا لو أنت مسؤول في الدولة، هل أنت تكشف عن حجم الفساد اللي عندك ولا تخفيه شوية؟ يعني لو عندك فساد 100 مليار تقول 100 ولا تقول 50 60 مثلا علشان المستثمر الأجنبي ما يهربش؟ أنا بوجه سؤال لضيفي الكريم الأستاذ عاصم عبد المعطي، والوكيل السابق للجهاز المركزي للمحاسبات، رئيس الجمعية المصرية للشفافية ومكافحة الفساد. السؤال هنا إجابته ليها شقين. الشق الأولاني إن بعض المستثمرين لازم يروحوا للدولة التي لديها شفافية لمكافحة الفساد. كلمة شفافية البعض بيخاف من الكلمة دي. كلمة الشفافية يعني الإفصاح بمعنى الإعلان ويعني المساءلة. إذا كان هناك إفصاح من غير مساءلة يبقى ما عندنا الشفافية. فبالتالي هنا كلمة الإفصاح ضرورية جدا سواء للإعلامي أو للمواطن أو للمستثمر. هنا بتجذب مجموعة لا بأس بها من المستثمرين، حتى لو عندك فساد طالما عندك مقاومة ومكافحة من الإدارة العامة للدولة في مكافحة هذا الفساد. النقطة الثانية، بعض المستثمرين يضعوا في حسبانهم عندما يأتوا للدولة، هؤلاء المستثمرين بيقوموا بعمل دراسة جيدة وعمل دراسة جدوى للمشروع اللي بيقوموا بتنفيذه داخل هذه الدولة، وعمل تكلفة لكل عناصر الإنتاج وعناصر تكلفة هذا المنتج اللي هيطلع، وحط تكلفة الفساد ضمن عناصر تكلفتها نتيجة دراستها للدولة ومسارها في مكافحة الفساد. يعني تعرية الفساد ليس من ضمن الحاجات التي تعري الدولة أو تسيء إليها. مكافحة الفساد وإعلانها يؤدي إلى الثقة، زيارة المستثمر والثقة في الدولة، لأن معناها أن الدولة جادة في مكافحة الفساد. أما تغطية الفساد اللي موجود عندنا ده مش من شيم
القدرة على الدولة، وإلا بنقول هذه الدولة أو الحكومة فاشلة. وهذا ليس مبرر أبدا إن أنت بتقول بتجذب مستثمرين. أنت في فترة من الفترات لما جذبت المستثمرين، أنت عندك المستثمرين في مصر النهاردة اللي هم لهم ضلع كبير، هم إيه؟ بتوع الحديد والأسمنت والبتروكيماويات، مش هم ده اللي احنا شايفينه؟ ثلاث صناعات دي لماذا هي متشبثة في مصر؟ انت لو رفعت الاسعار عليها مرتين ثلاثه كمان هتبقى متشبثه في مصر. هذه الصناعات هي الصناعات المطروده من دول الاتحاد الاوروبي، لان بموجب اتفاقيه الاتحاد ملوثه للبيئه، وبالتالي هي جت على جنوب البحر الابيض المتوسط، وتكلفتها لا تقارن سواء في الارض او في المباني او في المنتجات او في العماله والتشغيل باوروبا، وهي بتاخد منتجاتها وتصدرها للخارج. منظمه الشفافيه اللي بتعمل تقييم للدول دي طالعه بقى لها سنين كتيره، من عام 2002 او 2003. طب قبل كده كان في تقارير بتطلع عن الدول في السبعينات الستينات؟ لا، هي بس تقارير الشفافيه الدوليه اللي كانت بتصدر من هذا العام. احنا كنا من ضمن المؤسسين. 2016 ترتيبنا بيتقدم ولا بيتاخر؟ احنا في السبعينات كان ترتيبنا ال 54 على مستوى العالم. منظمة في السبعينات، احنا في السبعينات كان ترتيبنا، في التسعينات كان ترتيبنا ال 54 مش بموجب منظمة الشفافيه الدوليه، ولكن بموجب اللي هي كانت الامم المتحده كان ليها اضلاع اخرى في هذا الترتيب. كانت يعني وفق مقاييس الامم المتحده، وفق المقاييس كنا في التسعينات 54. 54 النهارده احنا كام؟ احنا النهارده ترتيبنا ال 88، العام الماضي كان ترتيبنا ال 94، العام اللي قبليه كان ترتيبنا ال 114. طب احنا البعض يرى ان هذا تقدم. ودي حقيقه. حقيقه، بس ليها علامه استفهام وعلامه يجب ان في نقطه تحفظ عليها. هاخد نقطه تحفظ بس. عايده بقالها كتير على التليفون من الجيزه، اتفضلي يا عايده. ايوه السلام عليكم. صحه الله. هو ممكن حضرتك نتكلم في الفساد ولا مش ممكن؟ اتفضلي اتفضلي. طيب حضرتك دلوقتي يعني الفساد في كل حاجه، الغلا حضرتك مش فساد؟ الغلا فساد ولا مش فساد؟ ماشي، ما تسالنيش، قولي اللي عايزه تقوليه. حضرتك انا جوزي شغال في شركه قطاع خاص بقاله 22 سنه، بياخد مرتب 1700 جنيه، واحنا اسره من 5 افراد، يبقى ازاي حضرتك تكفيني اكل ولا شرب ولا كهرباء ولا ميه ولا نور؟ اروح فين واجي منين حضرتك؟ ده فساد ولا مش فساد؟ وصلت رسالتك. ده تعريف المواطن للفساد، ملوش دعوه بيك ولا بالمنظمه الشفافيه. هنا انا معاها تماما في والله ربنا، والله ربنا يكون في عونكم. وبتدي لي 1700 جنيه. هقولك على حاجه، الفساد هنا اول ما بيطول التنميه. التنميه يعني ايه؟ يعني التشغيل، يعني النمو الاقتصادي، يعني في تورته بتبقى موجوده بتتوزع، المفروض بموجب معدلات التنميه او مشاريع التنميه بتتوزع على جميع افراد الشعب. انما وجود الفساد بيترتب عليه ان هذه التورته يستقطع منها البعض على حساب الكل. وبالتالي هنا بتبص تلاقي ان بعض المواطنين اللي احنا بنحس بيهم النهارده دول نتيجه الوجود الفساد اللي مستشري ونتيجة تضارب القرارات، أنت عارف إن هناك قرارات تم إصدارها في قبل نهاية العام الماضي بشهرين. هذه القرارات هي قرارات استراتيجية وكان يجب أن تصدر من سنين كما قيل وكما قال، إنما وجود هذه القرارات في هذا التوقيت وسرعة إصدار هذه القرارات. ليه قرار الإصلاح الاقتصادي؟ قرارات الإصلاح الاقتصادي، وهذه القرارات تم مصاحبتها بمجموعة يعني مترادفة من القرارات الأخرى، كل هذا دون أن يكون لدينا الآلية التي تأتي لتنفيذ هذه القرارات، دون أن يكون لدينا السياسة للحماية التي يترتب عليها. ده خارج الحوار بس أنا عايز أعرف. فعشان كده أنا بقول لها الزيادة والغلاء اللي أنت حسيت بيه دوت، رئيس الجمهورية إدانا نوع من الطمأنينة وقال إن خلال 6 شهور أو بعد 6 شهور هنشعر بالتحسن اللي موجود، ولكن هنا ليه تحفظ؟ رئيس الجمهورية أقدامه أسرع أيضا من أقدام المسؤولين في الدولة، فبالتالي إحنا بنطالب من خلال هذا المنبر هؤلاء المسؤولين أن يعوا ربنا ويراعوا مثل هؤلاء المواطنين اللي بيشتكوا من الغلاء، ويكون لديهم القدرة والإبداع وليس يعني الالتفاف حول قانون أو الالتفاف للاقتراض للاستسهال في اتخاذ القرار. أخذ هاني من الجيزة. هاني تفضل. ألو. ايوه اتفضل يا استاذ هاني. لو سمحت، هل من الفساد ان كليه الطب عين شمس
معالي وزير التعليم العالي يبلغ الناس ان هو مفيش ارتفاع في المصاريف ويرتفع المصاريف، هل من الفساد ان ال هل من الفساد ان كلية الطب عين شمس فيها جزء برايفت معظمهم من ابناء الدكاترة، عايزين ندخلوهم على الطلبة العاديين بحيث يخشوا معاهم في الترتيب الاوائل على الدفعة اللي هياخدوا منهم معيدين في الكلية؟ طبعا هيتاخد من مين؟ من ابناء الدكاترة. بشكرك هاني. دلوقتي انت قلت لي ان مش هيبقى في مصروفات زيادة في الجامعة، بس خدعتني وطلع فيه زيادة. الحاجة التانية، عملت انت عارف دلوقتي في اقسام الجامعات في حاجة باللغة الانجليزية او حاجة خاصة كده استثماري، ودول اللي بيتعززوا ودول اللي بيطلع منهم الاوائل. انا عملت تقرير في هذا الموضوع. هل ده فساد؟ طبعا فساد. فساد. اقول لحضرتك انت على فكرة، انا شايف السكريب هنا موضوع الصناديق الخاصة. ده جزء من الصناديق الخاصة اللي احنا بنطالب بدمر الموازنة العامة للدولة. يعني ده الرئيس بوح صوته. ما اقول لحضرتك، واحنا على فكرة الرئيس بوح صوته واحنا بوح صوتنا، ولن يتم تنفيذ ما يقال. ليه؟ لان رؤساء هذه الصناديق هم الوزير والمحافظ ورئيس الجامعة والعميد ورئيس الهيئة، يعني هم المستفيدين. وبالتالي هيقول لك حاجة، هو بيعمل ايه؟ بيقوم بتعيين بعض الافراد كل سنة تحت حساب هذا الصندوق. لما تيجي تقول له النهارده عاوزين نضم هذا الصندوق للموازنه العامه للدوله، يقول له طب اشرب بقى العمال اللي موجودين. هيخوفك. افزعك رقم ال 150 مليون جنيه اللي اتقبض عليهم في القضيه الاخيره؟ لا ما افزعنيش. بس عادي بس يعني اقول لك رقم عادي؟ لا طبعا شايفه رقم عادي. لا الرقم ده شفته قبل كده؟ لا ما شفناهوش، بس ما افزعنيش. هو اداني ايحاء او اداني القدره على توجيه التحيه اولا للرقابه الاداريه زي ما احنا نعم قلت. وانا اشاركك هذا التحيه. دي نقطه. النقطه الثانيه، اداني برضو حاجه كان لازم ان نعيها. مجلس الدوله هو كيان قانوني له الاحترام والتبجيل، وهو هيئه قضائيه مستقله، ولكن كان من الواجب الا يسير مسلك الغير بعض الجهات، بعض الجهات في عدم تعيين او عدم رغبه بعض المسؤولين فيه في اتخاذ الاجراءات الكفيله بالرقابه الخارجيه من قبل الجهاز المركزي للمحاسبات، ودي كانت النتيجه. طيب هاخد منك في دقيقتين قبل ما انهي حلقتي روشتة للدوله المصريه اذا توافرت الاراده لمحاربه الفساد. اولا التشريعات، احنا واحد التشريعات. التشريعات هناك قوانين زي ما قلت لحضرتك مقننه للفساد يجب اولا عمل فلتره ليها. نعم. هناك قوانين يجب وضعها الان قبل بكره. اثنين اللي هم قانون حريه تداول المعلومات وقانون حمايه الشهود وقانون الادارات القانونيه اللي هي بتؤدي الى افزاع الموظفين الذين يقومون بالابلاغ عن قضايا الفساد. يبقى اول حاجه تعديل تشريعات. النقطه الثانيه، عدم زياده توغل السلطه التنفيذيه على السلطتين الاخرتين، لان زياده يعني وجود هذه السلطه على سلطتين تانيين بيؤدي الى غياب الرقابه. توازن السلطات. يجب ان يكون هناك توازن للسلطات. النقطه الثالثه، الاتجاه الى استقلاليه حقيقيه للاجهزه الرقابيه ومحاولة جمع الشمل ليها، وأنا بكرر كلمة جمع الشمل ليها، يعني إيه؟ يعني معناها أن إصابة أحد رؤساء هذه الأجهزة لا يجب أن يصاب من وراءه الصرح المتين وهو الجهاز المركزي للمحاسبات. الجهاز مستقل، رئيس الجهاز ده بيفرض على الجهاز، رئيس الجهاز الرقابي بيفرض عليه. إحنا مش مطلوب مننا إن إحنا نعاني مما ترتب على وجود شخص فرض علينا. العام القادم حضرتك خلصت المجتمع المدني الاعلام المواطن، وعي المواطن. النهارده عندنا ثقافه الفساد، انت متعايش النهارده مع الفساد، انت النهارده بتحط زي ما قلت لك، انا المستثمر بيحط تكلفه للفساد، النهارده انا ببيتي بضع تكلفه للفساد. وعشان كده بقول لك لازم المواطن مع الدوله، المواطن مع الاجهزه الرقابيه، المواطن مع الاجهزه القضائيه، يعني لازم يكون المواطن اساس والباقي مرادف ليه، المواطن مع الإعلام، كل هؤلاء يجب أن يتوافقوا جميعا ويتفقوا ويتكتفوا لمكافحة الفساد في مصر. الرجل الثاني في مصر هو المدخل أو الباب الملكي للفساد. أنا لما اتكلمت هذه الجزئية اتكلمت على أساس أن الرجل الثاني بيمثل إما أمين عام أو سكرتير عام. بمعنى أن الرجل الثاني عندما يكون هو أمين عام أو سكرتير عام بيكون هذا الرجل رجل فني في المقام الأول، فاهم الدهاليز. لا، فني في مجال عمله، قاضي، فني قاضي،
مهندس، طبيب، ايا كان بقى المهنه، انما له مالي ولا اداري، فبالتالي بيتحكم في مرؤوسه. انا عاوز المرؤوس بيتحكم فيه ليه؟ لان هو منه عدم لا فاهم لا مالي ولا اداري. ايوه، فبالتالي اللي تحتيه لما بيقعد جنبه، انت عارف عندنا حضرتك الاوساط دي لما بتقعد جنبك وتفرد لك وتقول لك يا ريس، وتيجي تودد في ودنك والكلام ده كله، البعض منا بيضعف، وخصوصا لما بيكون ضعفه الفني في مجال العمل المالي والاداري. المطلوب نعمل ايه؟ المطلوب هنا يجب ان يكون هناك من المتخصصين اللي هو بيتولوا هذا العمل، ده جانب. الجانب الاخر زياده اعمال الرقابه الداخليه. احنا عندنا مفتقدين للعمل الرقابي الداخلي، بالاضافه ان احنا يجب ان نتعاون لتقويه العمل الرقابي الخارجي الممثل في وزاره الماليه قبل الصرف، وجهاز المركز للمحاسبات بعد الصرف. في نهايه لقائي انا بشكر ضيفي الكريم الاستاذ عاصم عبد المعطي، رئيس الجمعيه المصريه للشفافيه ومكافحه الفساد، وكيل سابق للجهاز المركزي للمحاسبات. سيظل الفساد في الارض طالما بقي هناك انسان. انا بشكر حضرتك. انا اللي شكر اللي عليك. حلقتي انتهت معاكم، بكره حلقه جديده من المصرف. سلام عليكم.